الراديو 90 هواها مصر. طب هو في سؤال برضو في المرحله دي من امينه من على الهاشتاج بتقول اسال محمد محسن قبل فرحه وهو وهبه كان في اشاعات كتير طلعت ان انتوا سبتوا بعض، ليه الاشاعه دي طلعت؟ مش حقيقي، طلعت لانه كانت مشاكل عنيش خالص. يا ريت. هي الفكره انه بعد ما بابا هبه الله يرحمه توفى انا كان عندي حفله في لبنان والحفله اللي في لبنان دي كان فيها شرط جزائي كبير، وكنا كان يعني حفله كبيره والحفله دي كانت بايعه تذاكر كتير وكان فيها شرط جزائي، وهي بنفسها قالت لي لا لازم تسافر وتعمل حفله لان ده شغل ومش مفروض ان انت تلغي الحفله علشان خاطر ظروف العزاء والتفاصيل اللي انت عارفها. انا حضرت الجنازه وما كنتش عايز اسافر الحفله، وبالفعل كلمت الناس وكنت هلغي الحفله، حاولت تلغيها بس اتحمل الشرط الجزائي وكده، وهم قالوا لي ما مش هينفع ولازم تكون موجود، وهي بنفسها قالت لي لو ما سافرتش انا هزعل منك ولازم تسافر وده شغلك ومستقبلك ولازم تكون موجود. فانا اضطريت ان انا اسافر وما حضرتش العزاء، فلما جات الكاميرات والصحفيين في العزاء انا ما كنتش موجود. فالترجم كده وهي يومها من لخبطتها ونزلت نسيت تلبس الدبلة نسيت تلبس دبلة الخطوبة، فالصحافة بقى كتبت ان تغيب ان انا عن مع قصة الدبلة فطلع بقى الاشعاع. وهي هتنسى ليه؟ لا كان بس الظروف ممكن تخليها تنسى. الظروف طبعا مش مدرك يعني ايه انه باباها يموت طبعاً في ظروف صعبة. فطبعا انت عارف الصحافة دايما بتترجم الحاجات وبتوصل للناس بشكل مش مناسب يعني. لا بس ده بس الاشعاعات دي ما كانتش موجودة، وبعدين المهم النتيجة اللي في الآخر يعني، دايما بيبقى فيه ups and downs وفيه بأي حد أي couples بيبقى فيه ما بينهم حاجات حلوة وبيبقى فيه ما بينهم مشاكل، وفي الآخر التوفيق بتاع ربنا، وفي الآخر الحب هو الوحده اللي بيكمل الموضوع للآخر، والحمد لله ان احنا كملنا الموضوع يعني بالنجاح.